حسرت شو الموضوع؟ امشوا امشوا خلينا نحكي. تمام، انتوا روحوا كل وحدة على شغلها. يلا اختي. حسرت فهميني ليش اتخانقنا كل هذا الوقت؟ ليش تحملنا سوا كل مشاكلنا؟ لك كيف بتعملي هيك؟ شو صاير لكم انتوا؟ فوتوا ممنوعات؟ يعني مشان هيك لكم كم يوم قاعدين لحالكم وعم تحكوا بالهمس؟ اخ حسرت اخ. طبعا هذا الموضوع بالزوايا وبالسر صار. نحن من ايمت منخبي على بعضنا شيء؟ لك انا اجيت على الغرفه وسالتكم وكذبتوا علي قصدن وانتم عم تطلعوا بعيوني صح؟ ايه مزبوط. يعني شو بنعمل يونغا؟ كذبنا لانه شفنا اويكو وقت كنتي عم تشربي هذا السم يلي بموت، وجعنا قلبنا عليها وعلى الوجع يلي كنتي عم تتوجعي. برايك شو كان طالع بايدنا نعمل غير هيك؟ يا بنات مشان الله لا تعملوا هيك، كلكم بتعرفوا وضع ايلول وبتعرفوا عزراء شو عاشت اخر فتره، شو كان لازم نعمل؟ اي مزبوط. لك مو شايفين عزراء شلون وضعها؟ لنقول هي هبله. حسرات انت ليش ما قلتي العزراء انه ما بيصير وانه هالشي حرام وما بنعمل؟ لا هاد مو شغلنا، هاد الشي بضر مو صح ابدا. ايه بس مجبورين داريا، انجبرنا فهموا بقى. تاكدوا وقت تشوفوا البنت عم تموت رح تنجبروا انكم تساووها. ايه ولك والله لو كنت حجر كنت فرطت. الدكتور كل يوم بيتصل كل يوم بيتصل وبيقول يمكن خلال ساعات تموت، حاولوا تدبروا المصاري باسرع وقت. شو نعمل؟ استوعبوا نحن بالسجن ومو قدرانين نعمل شي، وما عنا غير هالطريقة لحتى نطالع مصاري ونقدر نعالجه فيهن، وانتو هلأ جايين عم تلومونا، ما في حل غيره بنوب. فهموا بقى. فهمنا وضعكن. ايه شو نعمل؟ عزراء من جهة ودينيز من جهة، شو رح يصير؟ خلص هن فرقونا ومشي الحال، هلأ بطلنا سوا. تعي هيفيس يلا. عملوا الشغلة بدون ما يسألوني وكانوا على شوي رح يقتلوا لحفيدي. اللي بيتصرف من راسه هي عقوبته. سيما تعي لهون. رحتي على المستوصف؟ حفيدي كيفه؟ ايه معلمتي، رحت لهنيك وطمنت على البنت. وانا شو دخلني بالبنت؟ اللي بيهمني وضع حفيدي. هو منيح معلمتي وما في اي شي خطير. بالمناسبة جماعة عزراء اتخانقوا مع بعضهم. ليش؟ شو صاير معهم؟ زيرين عملت شي يعني؟ لا مو هيك، البنات اللي بيتعاطوا كنوا لفترة وقت قلنا لحالنا انهم ملاقيين بضاعة مزبوط؟ اطلعت عزراء اللي مفوتت لهم البضاعة، والبنات اللي معها عملوا مشاكل وقصص، يعني تبع هدول قلنا ومو قلنا ومن هالحكي، ودينيز وعزراء اتخانقوا مع بعض. ايه خليهم يتخانقوا، نقلعي. انا قلت لها من قبل لزيرين الواطية، بس غريبة كيف قدروا يلاقوا هيك كمية؟ دينيز تعي قعدي شوي خلينا نحكي. تعي هلاكي بدي قلك شي. انتي وعزراء زودتها كتير، مو معقول. خلص عيب عليها تعمل هيك لأنه وضع إيلول. يعني كلنا عم نعمل اللي منقدر عليه مشان إيلول. أنا خاطرت بحياتي كرمالها. دينيز بدك نحنا نتدخل؟ ما في داعي، خلص انسي. أي وجدي، هدول دخلوا بضاعة لجوا ومو كمية قليلة، بالشاحنات فوتوهم، ما فيهم يلاقوا هالكمية. ما بتلتقى هالبضاعة وين ما كان. عرف لي من مين أخدوهم؟ مو الكل بيعرف انه هاي شغلتنا قلنا وجدي؟ مو الكل بيعرف؟ يعني اللي عم يعمل هيك مفكر فيه يتاجر هون براحته؟ وانت شو عم تساوي؟ اللي يا حيوان؟ انا ما بفهم. ليك مين ما كان عاملها بتروح بتلاقيه وبتحاسبه عليها. شبك لك وجدي؟ هلأ كل واحد بحكي لكم عنه بتصيروا بدكم تقتلوه؟ لا نقلع، روح حاكي الزلمة وعلموا الأصول وارجع خبرني. الله ياخدكم. أخدت إيدهم على القتل يا ربي دخيلك. إيه يا أنسات، بدي المكان وج بساعة واحدة.
بالتوفيق. مراد. دينيز. اللي كيفك؟ كيف وضعك؟ أنا منيح، ضل وجع خفيف شوي بس. منيح. طيب، قلت لحالي إنه ما عاد عزبك وأطلب منك شي، بس مجبورة لأنه ما في حدا غيرك يساعدني ويوقف معي. مراد، يعني هذا يلي عم بيصير. يلا قولي. أنت قدرت تلاقي لهاكا؟ آه، عم دور عليه دينيز بس لسه ما قدرت لاقيه. رح أعمل كل جهدي. خلص لا تخافي. تمام، أنا عم عزبك معي. يسلم. الله يسلمك دينيز. ليكي، رح أعمل كل جهدي لحتى لاقيها كان ماشي، بس ما كان بدي إلك دينيز. أنت عشتي أمور كتير بشعة بآخر فترة، عم تتعبي حالك دائماً مشان حدا. ليلي، أنت منيحة؟ سألتي حالك قديش عشتي مشاكل بآخر فترة؟ يمكن الحكي مع ميليس مفيد. أنا منيحة. ماشي. انتباه انتباه، جميع السجينات يتحركوا على المطعم. انتباه انتباه. اختي دينيز تفضلي امرئي. لا شكرا لك، تفضلي. لو سمحت. لا يسلم. اختي دينيز قولي لي، لازمك شي؟ لا شكرا، ما لازمني شي. يسلم. صحة وهنا دينيز. على قلبي. يسلم وحسرة. كلي شوية خبز. ايه الخبز بيروح الحموضة. ايه يلا كلي. لا شوفي، ما عدت عم توجع؟ ريحة الأكل ضايقتها كتير. شو نعمل؟ ناخدها على المستوصف؟ شو رأيك؟ ايه أحسن والله. ما هي قصقي. يلا خلينا نروح نفحصي. تمام. أختي دينيز، صحة وعوافي. شكرا. أختي بدي أقلك شغلة بس بلا زعل، كيف مخليها هالبنت عايشة هون جنبك؟ ما بليق هيك شي بوحدة مثلك، مشانك يعني. شو المقصود؟ أنا ما فهمت. حاملة ببطنة ابن، قاتل بنتك الوحيدة، هداك الحيوان غريب، كيف أنت عم تحميها؟ أنت شو دخلك؟ أختي لا تعصبي، أنا غلطت بشي؟ خلص أنت أدرى بالنهاية. قومي أوزجي، قومي قومي بنتي، امشي. حسي بشعورها. فهميني، انتو بهالطريقة بتحموا بعضكن؟ يعني انتي كمرة واعية هيك بتحكي مع مرة بوضعها؟ هاي البنت أبداً ما أنا مجبورة تتحاسب مشان الولد اللي ببطنها، مين ما كان أبوه لهذا الولد. عم تفهمي؟ الكل فهم أنا شو حكيت؟ ما حدا بيحكي مع البنت، ما حدا بيطلع فيها نظرة ولا حتى تلميح لأي شيء سيء. واضح؟ أوزجي، ليش هيك عم تعذبي حالك؟ آه يلا رفعي راسك لشوف. أنا وحدة وسخة وما بستاهل عيش بهالحياة. شو هالحكي؟ كل هاد بسبب حكي وحدة تافهة؟ طلعي فيني لشوف. خليني أخذك على المستوصف دودي. يلا خلص روحي، أنا بشوف. يلا امشي أوزجي، يلا تعي. دينيز، إذا أنا ما قدرت أهتم بحالي ليش عم تهتمي فيني أنت؟ أنت ليش عم تسمعي لحكيها؟ مو فهمان إيش عم تقول. بس الحق معه، معهن حق كلهم. دينيز، أنا بعرف أني عم ذكرك بهداك الحيوان. أوزجي هالحكي لا تقولي. إيه طيب، بلكي طلع مثل أبو الوسخة. هو لساته ببطنك، ما منعرف كيف رح يكون. اللي منعرفه أنه قدرة أم أبوه، وهالولد ابنك بالنهاية. مستحيل، بكفي نضحك على حالنا. أنا بعرف مزبوط شو لازم ساوي. أوزجي لا تحكي هيك، خلص منحكي بالموضوع بعدين، امشي.
قدرات. شو خير إن شاء الله؟ شو في ملتام؟ زيرين خانم بدها تشوفك قومي. أوف أوف، شو عم يصير مع زيرين خانم؟ ليش كل شوي بتطلبني؟ يلا قدرات. تمام تمام ملتام، يلا يلا امشي. ليكي والله شايفتلك زيرين ما فيها تقعد بدون شوفتي. فبعدين قال له جحا انت شو عم يصير معك؟ سأله وقال له وجهك شاحب ودكانتك مدمرة. فقال له مثل ما بتعرف يا شيخنا انه الشتاء قاسي. كيف صارت أوزجي؟ احسن بالمستوصف، هي عند ميليس خانم هي. ايه منيح. انا رح ساوي شاي بتشربوا؟ ايه ساوي. عم ترسمي رسمة جديدة؟ ايه والله هلأ كتير عم تحب ترسم. شو اعمل، كتير بحب الرسم انا والله. وبجننوا رسماتك حلوين مثلك. عنوان الاحتفال برأس السنة في اسطنبول هذه السنة ستكون مدينة تقسيم كما السنوات الماضية. نتوقع مشاركة كبيرة في الاحتفال الذي سيقام في تقسيم. نتمنى أن تكون ليلة جميلة. خلينا نعمل حفلة كمان، امبارح حلمت فيها. يا روحي تقبريني. انتي شو عرفك بالحفلات وبهي القصص؟ بترجاكم خلينا نعمل، منه بتتصالح دينيز مع عزراء ومنه نحنا مننبسط. شو رأيكم؟ أيكو حبيبتي ما بيصير يا قلبي، هون ما بيخلونا نعمل كل هاد الشي. لو سمحتوا خلونا نعمل حفلة. ليكي شو رح نعمل؟ اسمعي، رح نغني هون كلياتنا وبتطلع معزز على الطاولة وبتهز وبترقص وبتهز وبترقص ومنسفق لها. أنا بدي حفلة على المزبوط، مو بس رقص وغني. أيوة. أوف يا والله داخل إيه. وقفي أيكو أيكو. يا الله دخيلك. لا تخافي، رح كون معك شو ما كان قرارك. رح أعمل جهدي وإنه ساعدك لو شو ما صار أزجي، بس لو سمحتي لازم تفكري بوضعك وما تتسرعي. تمام شكراً لك. ما تفكري إنك لحالك، أنا معك. تمام تمام. نحن خلصنا اليوم، ما تطولي لترجعي. تمام ماشي، يسلم. يلا بشوفك. الله معك. سلام. أهلا وسهلا أكتاي، كيفك؟ أنا منيحة وأنت؟ أنا منيح. فينا نحكي شوي إذا فاضية؟ طبعاً طبعاً تفضل فوت. تفضل أقعد. أوكتاي شو هاي؟ السلاح يلي على أساس انفجر وقت سألتي عن القصة. زيرين كذبت بالحكاية. وليش ما حكيت هالقصة لما سألتكم؟ كان وقتها فينا ندمر زيرين بهالقصة. ميليس انت فيك تدمريها هلأ إذا بدك، بس وقتها كنت رح تفرطي فينا معها لأنه عم نشتغل بهالسجن. لشو عم تعطيني إياها هلأ أوكتاي؟ لأنه بخاف ما أمسك حالي وشي يوم تعصبني زيرين وتكون هي لساتها معي، وقتها بحرق الدنيا كلها وبروح العالم كلياتهم بلحظة. بس أنت بتتصرفي بتفكير عميق أكتر، فخليها معك أحسن. فهمت عليك، ما تخاف أبداً. أنت ما بردتي يا بنت؟ لا الطقس حلو دافي. دينيز؟ شو ما بردتي؟ بصراحة فادني الطقس البارد. أيكو ما طلعت يعني؟ جوا مقهورة وأمها قاعدة معها، شافت تجهيز حفلات رأس السنة بالتلفزيون وتحمست يا روحي. أخ يا دودو، يعني شو بدها تساوي؟ هون بين أربع حيطان، الشي اللي لازم تعيشه هالفترة هي عم تشوفه على التلفزيون. اللي بعمره عم يلعبوا ويمشوا بالشارع وعايشين فرحانين وعم يجهزوا لرأس السنة، حياة طبيعية. عزراء صار معك شي؟ شو الوضع؟
تمام خلص رح حلها اطمني. يلا امشي لك. ليكي دواكي معي وحاسة بوضعك، رح أعطيكي إيه بس. بس شو؟ مو ببلاش طبعاً، عم نركض ورا لقمتنا، بدي حقه 200 ليرة. أنتي شوفي وضعك وإذا بدك بعتي لي خبر وبجيب لك يا فوراً. تمام؟ يلا. فهمنا، لا تعملوا عجقة، عملكن رحلة خلصنا. لا ما حذرتي، حكتي علينا مرة ومرقنا عليك ياها، انتبهي. خلصنا بقى، حكيتوا أكتر من اللزوم. يلا بقى حاجتكن لعي كل وحدة عشغلها. حاج تضحكي علينا، حددي لنا وقت لنجي أو منعرف شو نعمل. تعي تعي، شو بدك تعملي يعني؟ بس تعالي، شو بدك فيهم؟ روحي من وشي. هذا آخر تحذير إلي، ما رح نسكت. خلصنا لك خلصنا بقى، شو صار لك؟ تحركي انت وياها. يلا خلص خلصت. يلا شرفي. العمل يلا شو معي يلا معي. آخر مرة بتجربوا تسووا هيك. شو خير يا محناية؟ نحن اجينا وانتو رايحين؟ إيه هو بس تجي الشياطين بتهرب الملايكة. لا لا لا، طولان لسانة والله، وكأنه ما بعرف انه كل السجينات هون بالسجن عم يتقاتلوا على راسك ليطلعوا. ولك انتي خربتي كل شي فوق راسك لأنك وحدة فاشلة. التهي بحالك ستي، شكلك ختيرتي وعم تخرفي. لعبوا. أوه حمد لله على السلامة. الوضع الجنيني منيح مو؟ ليكي تمي بحفيدي منيحة وغزي، اصحك يصير له شي وإلا منتزاعل بعدين. كلياتكن لازم تهتموا بهالبنت منيح، ديروا بالكن عليها. يلا حبيباتي العبوا مع بعضكن. بدها تبيع الأرض مشان تنقذ أختها العزراء بالمصاري يعني؟ ايه صح، بس هي الأرض مسجلة باسم طليقة، ولهالسبب نحن لازم نلاقي طليقة بالأول، ولازم يوافق كمان على بيع الأرض. يمكن عم تحس بالذنب لأنه ما قدرت تعمل شيء، يعني لأنه عم تفكر بالموضوع. برأيي في شعور بالذنب، كل شيء عاشته بهالفترة كان صعب وعقلها عم يضل دائما مشوش، بس هي عندها هم وحيد واللي هو إنه تنقذ هالبنت. معك حق أرهان، عم تتجاهل اللي صار معها عطول. ما حاولت لتنقذ أخت عزراء، هي طريقة لتضغط على مشاعرها مو أكتر. بس ميليس أنت ما تنسي شو قلت لك من قبل، خليه يصير لو سمحتي، أنا بوثق فيكي. إيه طبعاً أرهان، ما تخاف ما رح أحكي. شكراً. يلا لكان بالإذن منك أنا لازم روح شوف دينيز، وبعد عندي جلسة محاكمة مستعجلة. تمام أنا بانتظارك. تمام بشوفك ميليس. بشوفك أكيد. عن إذنك. الله معك. دينيز ديمير هون. تمام دخلية. قعدي هون. في شغلة أنا بدي أحكي فيها باسم كل القسم. بدنا نطلب منك معروف صغير، بدنا نحتفل برأس السنة إذا ممكن، يعني شوية تفاؤل. بس ما في ميزانية بالسجن لهيك موضوع بهالوقت. لا لا مو هيك القصة، ما بدنا تعطونا شي، نحنا منحضر أغراض الحفلة لحالنا ما بيأثر. إذا بتعطونا المطعم شان هالليلة ممكن؟ قسمكن أنتو بس؟ إيه بس قسمنا نحنا يا خانو. تمام الحق معك، لازمكن شوية تفاؤل. أنا موافقة دينيس، حتى إذا كان عندي وقت بمرق لعندكم. طبعا. بالمناسبة بخصوص قدرة أوزتورك، بلشت بإجراءات نقلة، رح أبعتها على السجن تاني. إيه تمام. أنا ليكي ما عاد بدي شغلات سخيفة هون عندي بالسجن، بدنا نعيش بسلام وهدوء وحسب القوانين والقواعد، بس مساعدتك بتفيدنا بهاي القصة. أنا؟ كيف رح ساعد؟ مثلاً موضوع الممنوعات. أنا وقتها ما خبرتك؟ أنا متذكرة شو حكيتي وقبلت واستوعبت شو قلتي، بس أنتي بطلتي مثل قبل سجينة بوضع عادي، الكل بيحترمك وكلامك ماشي جوا،
بتقدري تعرفي أكثر من فوت البضاعة لهون. دينيس، هذا في حافظ على النظافة هون والهدوء كمان، وبس هيك. طيب خلص تمام. بيرنا. ايه خانو. خدي دينيز هلا على قسمها. اجا محامي دينيز، رح اخذها على قسمها بعد ما تشوف المحامي. اي طبعا. اهلا وسهلا. اهلين دينيز، كيفك؟ منيحة. عندي خبر حلو كتير إليك. أنا لقيت زبون لأرضكم. لقيت؟ كيف؟ كيف يعني بدون ما يشوفها للأرض حتى؟ لنقول يعني إنه بيحب الخير، زبون قديم. وقت اللي سمع إنه مشان بنت مريضة قال بيشتريها. وغير هيك المصاري جاهزة دينيز. أخ أرهان، معقول؟ شو هالخبر اللي جايب لي إياه؟ إيه بس لازم بالأول نلاقيها كان ونقنعه لحتى نقدر نبيع الأرض. إيه صح. عزراء، عزراء، شوفي لست عزراء. عزراء، بدي اقول لك مشان حق الفلفل بدي ابعته لامي. شوف حسين، لو كان معي مصاري اكيد كنت اعطيتك فورا. تمام، اهدي شبك، عم اسال لانه بدي ابعت لامي. ايه تمام حسين، انا في مصايب كبيره فوق راسي، يعني لو معي كنت اعطيتك. إيه شو شايفني رح أهرب مثلاً؟ إيه تمام. طيب شو بده منك هاد؟ بده حق البهارة. لك يضرب هو ومصرياته، شو بو ما حد يستنى كم يوم كمان؟ شو عم يصير معه؟ إيه معه حق، هو بده يبعت مصاري لأمه كمان، صار في إله مصاري علينا كتير، حقه الزلمة. إيه فهمنا، بس بلنا هلأ. المهم آخر شيء ممكن أني أفكر فيه هلأ هو حق الفلفل وحسين. تعالي حسرة، خلينا نقعد شوي ونفكر بحل هالموضوع. لكي هيفيس، جيبي قهوة وتعي، بدنا نصحصح ونروق شوي، بلكي بيشتغل مخنا. وحياة الله ماني قدرانة أتنفس، حسرة تصدقيني رح موت. بيرنا، بلشوا البنات ينظفوا المغاسل، فيكي تروح تشوفيهم إذا سمحتي. أنا ناطرة دينيز، هي عم تشوف المحامي جوا. تمام، مو مشكلة، أنا بوصلها. تمام، شكرا. بالإذن. إيه بشوفك. بيرنا وينها؟ راحت عندها شغل بالمغاسل، أنا رح وصلك على قسمك. تمام. شو قدرت توصل لهكا؟ لا والله، أنا عم دور بس مو بهي السهولة فيني لاقي. أرهان عم يقول لي إنه قدر يلاقي لي زبون يشتري الأرض، يعني كل اللي بقي علينا نوصل لها كان هلا. تمام، أنا رح أعمل جهدي. تمام. أوزجي، تعي عادي هون، طمنيني عنك، شلون صرتي؟ منيحة دودو، أنا محتاجة مصاري. لشو؟ خير إن شاء الله. شو بدك فيه؟ لازمتني لشي، معك تعطيني؟ لشوف بعديلي. معي 40 أو 50 ليرة منها؟ دودو بس أنا بدي 200. يو شو 200 ليرة؟ ايه شو بدك بهالمبلغ؟ محتاجتها دودو، احكي فيكي تساعديني ولا لا؟ هلا انا معي بس هدول. ومنشوف مع دينيس. أوزجي، شو بدك بكل هالمصاري انت؟ دينيس شوفي، اسمعوني صبايا، نحن اخذنا اذن مشان تحتفلوا ليلة راس السنة ورح نعمل حفلة بالمطعم. برافو كثير، يا سلام، يا الله والله فرحتيني كرمال قويكو، اكيد كثير حلو هالخبر. برافو تاني. برافو. كمان عندي خبر تاني، قدرات
رح تنتقل لسجن تاني. الحمد لله عم نشكرهم نحمدهم. يعني رح نعمل حفلة رأس السنة هون دينيس؟ ايه رح نعمل حفلة رأس السنة. يا عين يا هالحكي. يعني رح ناكل حلويات؟ يا بنات تحمست كتير أنا عن جد. بشو رح نزين المكان؟ منجمع مصاري، أكيد كل وحدة فينا شايلة مصاري زيادة. هلأ اطلعوا فيي كلكن. انتو سمعتوا دينيز، منشتري حلويات وعصير، حفلة بلا حلو ما بيصير. يلا الكل ايده على جيبته. يلا بنات يلا ناولوني شو معكن. يلا يلي عطتني مصاري ترقص. يلا ما شاء الله ما شاء الله. برافو خالم عزوز، يلا رقصي لشوف. يلا يلا اوه حلو المبلغ ما شاء الله. يلا مية مية على الماشي لشوف. يلا بدي الكل ينبسطوا. يلا لشوف خمس ليرات، شو بدي اعمل بخمس ليرات؟ يلا ليكي شلون رصي هيك، هزي خصرك. يلا دينيز عم تفرح السجينات بطريقة حلوة. ايه برافو عليها. حسرات؟ ضليت حسرة جواتك لأنه ما رقصتي؟ لا ليش، في وقت للرقص بهالتوتر اللي أنا فيه؟ أنا تعبانة كتير. صحيح قال زيرين بدها تنقل قدرة من السجن، الله لا يرد خليها تروح تنهفى. يخرب بيتها هي قدرة ما إلى صاحب بالدنيا، هاي ما بينوثق فيها وما بيتأملها. لا ولو الحيوانة لما بتنتقل رح تلاقي وحدة أقوى ورح تركب فوق ظهرها ورح تكون مثلها بتعرج وبتمشي على العكازة. صدقوني رح يدعسوا على قدرات. شو مفكرة أختي الدنيا دوارة؟ إن شاء الله. بس أنا ما بدي إياها تروح قبل ما حاسبها مشان موضوع سنان، لأنه رح تبقى حسرة بقلبي. أي والله حسرة، الحياة طويلة. تركونا هلأ من قدرات ومن هالحكي بنات، خلينا نحل مشاكلنا بالأول أحسن. شو هاد؟ نشتري شجرة ما هيك؟ أويكو يا روحي قطع الشجر شغل كتير بشع، صح؟ بس بكل الأفلام بيكون في شجرة وقت يصير رأس السنة. ونحنا كمان منشتري شجرة بلاستيك من برا، شو رأيك؟ يا سلام.
شوفي كيف اختي؟ وقت قلنا لهم في بصر صاروا يدفعوا شي 50 وشي 100. لكان عطيهم لحسين ليشتري لنا شو بيلزمنا غرام. ايه هيك حيصير. ديني انتي منيحة؟ ايه ايه. شايفة هاد؟ أكيد حاطينه البنات يلي بدهم البضاعة، عم يهددونا يعني. لا معقول البنات يلي عم يتعاطوا يطلع منهم كل هالقد؟ هاي أكيد قدرات عم تحاول تخوفنا. لا مو هيك الموضوع، واضح إنه هي الشغلة شغل ولي. ليك يا أختي، شلون ولي رح يقدر يلاقي حدا يفوت لهون ويعمل هيك قدام عيوننا؟ لا مستحيل، هذا الحكي صعب كتير. ما هي هي المشكلة حسرة، الزلمة قدران إنه يفوت جماعته على السجن بكل سهولة. قلت أنا كيف فكت وفوتتكن معي بهيك مصيبة؟ Bulut geçti,
gözyaşlarım kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher elin eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. دودو؟ ايه؟ قولي لي انتي منيحة؟ منيحة. زعلانة على حسن مو؟ لا يونغ، فرحت له أنا، يعني أفرجوا عنه وصار حر الزلمة. آه يا دودو، هلأ انتي هيك بتكوني مبسوطة؟ ليكي وقت بتكوني زعلانة أنا ما بعرف شو أعمل. طب مو قالك إنه ما رح ينساكي ورح يتصل أو يجي؟ أكيد رح يعمل شي. إن شاء الله. يلا خلينا نمشي هلا. يلا. شوفي مين انتو؟ عرفيني ويلي بيسلم عليك وبيقول لك اسرعي ما ضل معك وقت. يلا بكفي هيك، خلونا نروح. سلامتها إن شاء الله. يسلموا أبتاعي. عزراء شوفي حكي لنا شو صاير. عزراء احكي يلا. إيلول رح تتعالج عن جد؟ شو عم تقولي انت؟ كيف عزراء؟ دودو تعوا اسمعوا، إيلول رح تتعالج. كيف صار هيك؟ في واحد بحب يعمل خير تبرع بالمصاري. هي رايحة على ألمانيا تتعالج. إيه؟ عزراء عزراء إيلول ما رح تدلع. أختي عزراء والله فرحتينا والله. يا روحي شكرا انتي. عزراء ربنا سبحانه وقف معي أخيرا. والله فرحتينا. يسلم. انتباه انتباه، كل السجينات اللي ضلوا بالقسم باثنين يطلعوا على المطعم فورا. يلا لشوف. يلا ليه على المطعم؟ شو القصة؟ انتباه انتباه، كل السجينات اللي ضلوا بالقسم باثنين يطلعوا على المطعم فورا. يا الله دخيلك. شوفي تعوا لنشوف. شوفي يلا يلا انتي روحي وتفقدي. شو القصة هلا؟ ايه ماشي تم. بعرف انتبهي على حدا. هلا بنشوف. شوفي يلا نحن رح نسبقكم. ايه ماشي. انا مصدومة اختي، مو عارفانة شو بدي اقول. وانا كمان ما بعرف شو بدي اقول. مديرة ما حضيع وقتي معك قدرات. اه ما في داعي تضيعي اصلا بفيديو صغير، حليت الموضوع كله. شو بدك قولي؟ انت عطيتي البضاعه لدينيز على اساس رح يجي النائب مو هيك؟ وعم تخططي ومن هالحكي انا كاشفتك. قدرات ايه قدرنا انا وياكي انه نكون سوا على طول، ما فينا ننفصل. على الحلوه نحن مع بعضنا وعلى المره مع بعض كمان. قدرات ايه اوعك تفكري انه فيكي تنفدي بسهوله. انا ساعدوني
وينكم؟ ساعدوني بسرعة. شوفي هلا كمان مراد اخذ الدواء لتنزل الولد وعم تنزف. قولي الولد وقفوا شوي. شكون تعرفوا انت ما فيك تروحي لمكان قدرات؟ خذوها على قسمه فورا. بعدوا عني بعدوا عني. يلا قدرات ديروا بالكم على الولد. عجبتك الزينة يا قلبي؟ شايفة شو حلوة؟ هي كلها كرمالك. فكوا كل السخافات الموجودة هون، فكوها كلها. ليش؟ لغيتها الاحتفال. شو هالحكي؟ لا شو عم تحكي؟ نحن شو دخلنا؟ ليش شو دخلنا؟ ليش شو دخلنا؟ حرام عليكم. نشتهي شي مرة يعني من حالنا بحالنا. يعني شو عملنا هلا لحتى يعني هلا ما رح نعمل حفلة؟ حرام. طولي بالك حبيبتي، أكيد رح نعملها. والله تعبنا ونحن عم نزين، معقولة تكسري بخاطر هالبنات؟ خلصنا. والله غريبة بكفي يعني. خرسوا معكم ما بتنفع المنيحة. كل مرة بعطيكم فيها امتياز صرتوا تستغلوا. يلا شو عملنا؟ طيب شو عملنا؟ ما بعرف شو عم تستنوا. شيلوه يلا. لك ايش شو عملنا؟ والله ما عملنا شيء. لحظة وقفوا، ما تلمسوا شيء. شو مفكرة حالك عم تساوي؟ أول شيء بتوافقي وبعدين بتلغي؟ شو لعبة ولاد؟ هدول العالم عم يعيشوا بين أربع حيطان طول الوقت، من حقهم يفرحوا ما هيك؟ ليش ما يحسوا حالهم عايشين مثل الناس اللي برا؟ كان المفروض تفكري بالموضوع قبل ما تعطي الفيديو لقدرات. أزلام أمري. شيلوا الزينة. يلا يا شباب شيلوا الزينة يلا على السريع. لا لحظة وقفوا، شو عم تعملوا؟ اتركوها. دينيس ما حدا بيقيم شي. اترك 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 اتركني اتركني اتركني. تعي هون امشي. عم قلك اتركني. يلا اتركني بقى. انتي ما بتديري هذا السجن، مفهوم دينيز؟ انا اللي بديره. يلا على المنفردة. شو هاد؟ لا ليش على المنفردة؟ يعني شو عملنا؟ بعدي اياها بعدي. رجعوا لورا ممنوع هذا يصير. رجعوا لورا ما تدخلوا. بعدي اياها رجعوا لورا. رجعوا لورا احسن ما تتعطلوا. انت كل يدك ما رح نخليها تروح. لا تروح. رجعي انت وياها لورا. لك رجعي. ترنا شلون بدنا نتعامل معه؟ تمام تمام اتركوها اتركوها. خلص انا رح امشي على قرارها. اهدوا شوي خلص تمام. رايحة على المنفردة. أزلام شيلوهم. يلا شيلوا زينة كلها من على الحيطان، لا تخلوا شي. يلا يا شباب شيلوها بسرعة، لا تخلوا شي ابدا. يلا بسرعة لشوف. يلا يلا وانتو يا بنات اهدوا. خلاص نزعت لنا كل شي عملناه. شوفي عزراء وين التليفون؟ شو بيعرفني؟ لك وين راح؟ وين راح؟ انا بصراحة ما بعرف وينه. أعطيتي ياما؟ أنت عطيتي التليفون لقدرت؟ شو كنت بعمل أختي؟ شو أعمل طيب؟
خليهم يقتلوكي يعني؟ ويقتلوني؟ شو دخلك انتي؟ يا ريت يقتلوني احسن ما يوصل التليفون لايد قدرات. يونغا؟ شو القصة؟ شوفي عزراء، شو الموضوع؟ أويكو، أنا ودودو بنرجع بعد شوي، تمام؟ انتبهي عليها. ايه تمام. يلا. زيرين خانم، إذا سمحتي وقعي هون مشان السجينات يلي إجوا جديد لعنا. شفتي شي غريب وإنتي جاي لهون أصلا؟ كيف يعني غريب؟ بلشوا يجتمعوا من جديد، عم يخططوا لشي قصة. التغت حفلة رأس السنة ولهيك حسيت إنه طبيعي يصير هيك شي، مو غريب يعني. لا ما في شي طبيعي أصلا، هنن عم يخططوا لشي. خلي عيونك علي هون على طول. تمام يا خالي. دينيز دمير، لا انت رح تضل بالمنفردة، خليها ترتاح وتنام. أمرك يا خالي. حلو كتير، يلا على شغلك كركبتينا، روحي يلا.
هي وصلت. دينيس شو رح تعملي؟ اه ما في داعي قاوم، احسن ما حدا يتأذى. طيب رح خليهم ياخذوني على المنفرده وبعدين افتعلوا قصه بشي مكان لنشغلهم، ولما يجتمعوا الموظفين بمكان الحادثه لاقي شي طريقه وحاولي تطلعيني من المنفرده. وبعدين؟ وبعدها منشوف. انطري اشاره مني، رح احط اشاره ضرب تحت السحب. رح نبلش دودو. يونكا انتبهي منيح. زيرين خانم، وصلنا انذار من المطعم، الوضع رجع تخربط. لك الله يلعنه. كل الموظفين ينتبهوا منيح، بدي تدخل عاجل بالمطعم لكل الموظفين، عم تسمعوني؟ بدي تدخل عاجل بالمطعم. شو صاير زيرين خانم؟ خير؟ حاملين مشاعل بإيديهم وبدون يحرقوا حالهم. أنا بدي روح لعند أمي، خديني يلا لو سمحتي. تحركوا بسرعة على المطعم، ما سمعتوني؟ ليه هيك عم يعملوا؟ شو بدهم؟ أنا بهتم بالموضوع، لا تأكلهم. صار شي مشكلة غير موضوع الحفلة اليوم؟ لازم نعرف شو بدهم زيرين خانم، وإلا ما بتنحل القصة. أوسلام يلا روحي وفهمي شو بدهم، وبعدها تعالي وخبريني. حاضر يا خانم. عرفتي شو صار؟ خير شو صار؟ شو الموضوع؟ الأغبياء عاملين تمرد بالمطعم مرة تانية. خليهم ينفلقوا. قوبة كلاب جربانة. يلا وقفوا، امشوا بسرعة بسرعة بسرعة. اجينا لناخذك، خلينا نروح فورا. اضطريتوا فيكم تتدخلوا بشكل قاسي، أنا أعطيتكم الصلاحية. انت كيف طلعتي؟ دينيس انت كيف طلعتي؟
احكي شو المطلوب. شوفي هالعالم، انت شو بدك منهم؟ احكي. هنن شو كان بدهم منك؟ كان بدهم ينبسطوا شوي. وقفيهم هلأ لشوف إذا فيكي. على طول خافي من اللي بيكون فائت كل شي، والإنسان اللي بيفقد الأمل أكتر حدا بيخوف زيرين خانم. هاي مو بس جهنم، رح يحرقوا كل الدنيا إذا بتحترق، صدقيني. وهلأ هاي فرصتك، إذا قبلتي فيها بوقف كل هالشي والكل بيروح على غرفته. بس إذا ما وافقتي وقلتي ما بيجوز وما في، وإذا تأذى شي حدا، مين بيعرف وقتها شو رح يصير فيكي ولوين بيبعتوكي؟ شو شرطك؟ أول شغلة بخصوص السجينات، ما حدا أبداً رح يتعرض لأي عقوبة. تمام. بعدين لا تردوا يا بنات، اهدوا شوي رح يا بنات. أنا رح أسكت. حكيت مع الإدارة بالموضوع، كلكم بأمان، فيكم تنهوا المظاهرة هلا. يا سلامة. برافو دينيز 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 دينيز. يلا رقصوا كلكم، يلا رقصوا رقصوا. برافو. أخيرا أختي. دينيز 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 ليكي أويكو، عملنا لك شجرة عيد الميلاد. لك عم تخرب. انتباه انتباه، كل سجينات القسم باثنين اطلعوا على المطعم. انتباه انتباه، كل سجينات القسم باثنين اطلعوا على المطعم. شو القصة؟ ما بعرف. يعني الست زيرين ما بدها تهدى هيك الواضح. اوف. يا صبايا يلا تحركوا على المطعم. شو حيسو؟ شوفي خبرنا شو صاير. والله ولا أنا بعرف حسرات. يلا يلا أويكو يلا. رح روح وخبر عازو أنا. إيه وأنا رح خبر دينيز. إيه إيه. يلا. ليكي مزينين المطعم، عاملين ياها مفاجأة. فوتوا فوتوا. شو القصة؟ ليش الله ينقى. شوفي هالزينة شو حلوة. يا صبايا زبطنا نحن وكل الموظفين هالمكان الحلو مشانكم، بتمنى تنبسطوا فيه. هاي المبادرة قدمتها زيرين خانم ولازم نشكرها. وكمان دينيز هي ساعدتنا بهالقصة. صح زيرين خانم؟ بتمنى لكم وقت ممتع، انبسطوا بحفلتكم. شكرا كثير ميليس خانو. سنة سعيدة.
من اليوم ورايح ما عاد في راحة دينيس. انتي بلشت الحرب وانا رح انهيها. بوعدك تخسري دينيس. تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين.